هنا هو بيقول ان البلاند فاليو بتاع المشروع في الوقت ده 600,000، تمام كده، وان قيمه المشروع البادجت ات كومبليشن 1 مليون. انا بس هفتح واحنا بنتكلم الصوره دي عشان توضح لي ايه الارقام. بيقول لي ان هنا البادجت ات كومبليشن اللي هو 1 مليون اللي هو الرقم اللي فوق ده، وفي نفس الوقت الرقم ده بيعبر على ايه؟ بيعبر على حجم اعمال، حجم الاعمال اللي انا المفروض اعمله ده ممكن يبقى كميه، ممكن يبقى عدد كراسي زي ما هو قال، ممكن يبقى مان دي، يعني ممكن يكون مثلا خط مواسير لينير، ممكن يبقى اي حاجه، تمام؟ فهو البادجت ات كومبليشن اللي هو قيمته مليون دولار بيعبر عن 2000 ساعه مندي، 2000 ساعه، مثلا ان انت مثلا عارف انت لما تيجي تقفل لساركي او عمال او اي حاجه تقول له انت اشتغلت كام يوميه في الشهر ده؟ يقول لك مثلا 25 26 وهكذا، فده حجم اعمال، ممكن تبقى كميه عايز ينفذها، تمام؟ طيب يبقى هنا في المساله بنتكلم على الباك 1 مليون. البلاند فاليو عند النقطة دي 600,000. فين هنا البلاند فاليو اللي هي الرقم ده؟ البلاند فاليو هي تقاطع التايم بتاع الداتا ديت اللي هو اللي في النص ده مع البلاند فاليو مع الخط اللي بيوصل لحد فين البادجت ات كومبليشن. ده البلاند فاليو، دايما البلاند فاليو بيبقى هو الخط اللي واصل للاخر وهي النقطة اللي عند الكات اوف ديت او الداتا ديت بتاعي، تمام؟ طيب انا قيمتي عنده كام هنا؟ 600,000. ال 600,000 دي الحقيقة ان هي بتعبر لي على حاجتين، ان هي ال 600,000 ان انا عملت حجم اعمال، المفروض كنت عملت حجم اعمال لحد التاريخ ده او للوقت ده 1200 ساعه عمل، اللي هي 1200 من اصل ايه؟ من اصل 2000 اللي هي البادجت ات كومبليشن، تمام كده؟ واكون حققت قيمه فلوس بتساوي 600,000. دي الايه؟ دي البلاند فاليو، دي اللي بتمثل عنها. طيب هو هنا قال لي ان الاكشوال كوست بتساوي كام؟ 400,000. الاكشوال كوست اللي هي الاحمر اللي هنا دي بتساوي كام؟ 400,000. طيب ال 400,000 دي خلينا نكمل لان ال 100,000 من دي جايه في بعد كده اللي هي في دي في الجزء اللي جاي ده، تمام؟ بيقول لي يو شود هاف سبنت 600,000 بلاند فاليو، 600,000 دولار. بيقول لي انت كان المفروض يو شود هاف سبنت، انت كان المفروض تكون عملت حجم اعمال قيمته 600,000. اتفضلي رنا قفلي الكاميرا. بيقول لي يو شود هاف سبنت 600,000 دولار تيل ناو بيزد اون يور انيشال بلان، واللي هي بتوازي كام؟ 1200 مان داي على السكاجول. يبقى انا عرفت ال 1200 جت منين، يبقى انا بتكلم عن النقطه اللي هي الخضراء دي البلاند فاليو. بيقول لي ان انت المفروض شود هاف سبنت، يبقى انا البلاند فاليو شود هاف سبنت، يبقى ده بلاند فاليو 600,000 عشان تعمل حجم اعمال كام؟ 1200 مان دي، تمام؟ بمعدل كام قيمه حجم الاعمال في الموضوع ده؟ بتساوي 500 دولار. ال 500 دولار دي لو ضربتها في ال 2000 اللي فوق على اليمين بتاعت الباك دي هتديني المليون اللي هو البادجت ات كومبليشن، وهي نفسها لو ضربتها في ال 1200 حجم الاعمال هيديني ال 600,000 اللي هو البلاند فاليو عند النقطه دي، تمام؟ هنكمل النص الثاني ده. بيقول لي يو سبنت، دي بقى الاكشوال، هنا بيقول لي يو شود هاف، يبقى دي بلاند فاليو، يو سبنت يبقى دي اكشوال كوست، يو سبنت 400,000 اكشوال كوست تيل ناو and complete and complete كام؟ 1000 مان داي اللي هو حجم اعمال. بيقول لي والله انت صرفت فلوس فعليه 400,000 وعملت حجم اعمال فعلي earned value 1000 مان داي، تمام؟ بقيمه earned value 350,000. اوكي؟ يبقى هنا انا هستفاد من هنا نقطتين. اول حاجه ان انا بقارن حجم الاعمال اللي هو يو شود هاف سبنت 600,000 عشان اعمل حجم اعمال دي، دي اول حاجه، دي اول نقطه، دي حجم الاعمال اللي انا دي كده حجم اعمال اللي المفروض كنت اعمله لحد في الوقت ده، تمام؟ تاني حاجه انا بقارنها بايه؟ ان انا عملت حجم اعمال كام لحد النقطه دي؟ 1000. ده الفاريانس، ده حجم الاعمال. لسه بادئ يا دكتور؟ لسه بادئ؟ لا بالي شويه.
طب انت تمام. خرجتونا دخلتونا هناك، مش انت يعني خرجتنا يا دكتور محمد؟ اعمل ايه يعني؟ انت بدأت قبل ما احنا ما نيجي. طيب طب ينفع كده واحد صفر كده؟ انا جيت ادخل هناك كذا مره، قال لي ان السيشن هتبدا بكره الساعه 6، الساعه يوم 14، ففضلت شويه ولقيت الناس هتنام، حضرتك فقلت شرحت ايه طيب؟ هو كده كده الموضوع ده متسجل ودي متسجله تمام بالتفاصيل دي، وممكن نكمل مثلا وهتلحقونا يعني، لان انا لسه في المساله اصلا. تمام. ماشي يا دكتور. انا قلت بس ان طب ايه، ان محمد حاجه هو مش ممكن بعد اذنك تبدا من الاول؟ انت السيشن انت بادئ بقالك 5 دقايق، يعني لو عدت ريفيجن سريع عليها عشان نجمع طيب من علشان الاول. خلاص اوكي مفيش مشكله، خالص مفيش مشكله. هنا بيقول لي ان انا عندي انيشال بادجت للمشروع قيمته كام؟ مليون. تمام. فانا قلت ان الانيشال بادجت ده اللي هو البادجت ات كومبليشن، اللي هو البادجت بتاع المشروع، ان انا حجم المشروع كله قيمته مليون. فرسمت الخط الاخضر ده اللي هو الاس كيرف، وصل في الاخر خالص بادجت ات كومبليشن اللي هو بكام؟ بمليون دولار. طب المليون دولار ده علشان اعمل حجم اعمال بقد ايه؟ الحجم الاعمال ده اللي هو 2000 مان اور، ممكن تبقى كميه، ممكن تبقى كراسي زي ما كان بيقولوا النهارده، ممكن تبقى حاجات لينير، ممكن تبقى ساعات عمل وهكذا. وفي المواقع الانشائيه دايما بنعمل موضوع ساعات العمل ده. جميل. فدي اول نقطه. تاني حاجه بيقول لي ان انت عندك جيفن ان البلاند فاليو 600000. طب ال 600000 دي بيزد على ايه؟ بيقول لي انت دلوقتي يو شود هاف سبيند 600000 تيل ناو علشان تكون عملت حجم اعمال ب 1200 مان دي. اوكي. فانا جيت عند النقطه، عند الكات اوف ديت اللي هو الخط اللي في النص ده، تقاطع الخطوط مع بعض، وجيت عند البلاند فاليو اللي هو الخط البلاند، الخط اللي كان هيوصل لحد البادجت ات كومبليشن، وحطيت 600000 علشان اعمل حجم اعمال كام؟ 1200 مان دي، بمعدل ان انا بصرف لكل مان دي 500. 500 للمان دي يديني 600000، دي البلاند فاليو. تمام. اوكي. حجم الاعمال، كان في حد بيسال ان حجم الاعمال ايه الفرق ما بين حجم الاعمال والفلوس. حجم الاعمال انا بعملها من ناحيه السكادجولينج، من ناحيه التايم كالكوليشن، التايم فاريانس، انا بعملها بحجم الاعمال. انما الكوست اساسي لازم اعمله من ناحيه الايه، الكوست امباكت والاكشوال كوست. فهنا لما هقول ان انا صرفت 600000، ان انا يو شود هاف، ان انا كان المفروض لحد النقطه دي اعمل حجم اعمال ب 600000 علشان اماتش ال 1200 مان داي اللي انا المفروض اكون عملتها عند النقطه دي. بس انا صرفت كام؟ انا صرفت 400000 وعملت كام حجم اعمال فعلي؟ 1000 مان داي. تمام كده. طيب هو بيقول لي اوفيس كاجوال اكتيفيتي ويتش شود هاف كوست، المفروض انا صرفت فعليا ال 400000 دي علشان اعمل حجم اعمال قيمته كام؟ 350000. الحته اللي فاتت دي بتشرح كل حاجه، وهنا موجوده في المعادله في الرسمه دي، ان البادجت ان بلاند فاليو هنا قيمتها 600000، وان انا كان المفروض اعمل حجم اعمال ب 1200، ان انا صرفت فعلي 400000، ان انا نفذت حجم اعمال 1000 مان دي علشان اعمل 400000، ان الايرند فاليو القيمه المكتسبه اللي انا حققتها في النقطه دي والله هم حاجتين. اول حاجه ان انا صرفت 400000 عشان اعمل حجم اعمال بكام؟ 350000. دي على انا بستخدم، انا كتبت كوست كالكوليشن لان انا بحسب الفلوس بالنسبه للفلوس دي 400000 لل 350 عشان اشوف الكوست كالكوليشن. طيب التايم كالكوليشن، انا دلوقتي عملت حجم اعمال بكام؟ انا قلت ان انا صرفت 400000 عشان اعمل حجم اعمال ل 1000 مان دي، فيبقى انا عملت كام مان دي؟ 1000 مان دي، في حين ان انا المفروض كنت اعمل كام؟ 1200. فالمساله اتضحت كارقام ان انا بقارن ايه بايه؟ دكتور معلش انا تهت من حضرتك، هو احنا المفروض دكتور معلش حضرتك بتشرح المساله ولا بتشرح الحل ولا بتشرح ايه لا حضرتك؟ انا بسال، انا بشرح المساله علشان تبسط الحل بعد كده. يعني مش انا في بحاول قوانين في الاول هيديها لنا؟ بص يا دكتور بعد اذنك، انا اسف والله اتفضل. جدا، لا بس لا مش في اتفضل. قوانين هو هيديها لنا واحنا هنعوض فيها وخلاص؟ ما انت لازم تكون فاهمها، لان انا مش عارف والله هو هيجيب المساله بانهي صوره ولا بانهي شكل يعني ولا لو في طريقة مبسطة، يا ريت يا ريت يا دكتور لو طريقة مبسطة بحيث نعوض في القوانين
قانون رقم واحد وقانون رقم اتنين يبقى كتر خير حضرتك، بحيث نبقى فاهمين اللي عاوز شرح اكتر. لما تبقى اقل من واحد نقول اوفر ولا بيهايند ولا اهيد. اوكي يعني لو تسترس على النقط دي خيرك. طب هقول لك على حاجه، انت شايف الارقام اللي انا بعمل لها هايلايت او اللي بعمل لها بوكس دي؟ تمام. انت دلوقتي ده اللي فوق الخط الرو الاسود اللي فوق ده بيمثل الاجمالي بتاع المشروع. ايه الاجمالي المشروع؟ ان انا اكون عملت 2000 وحده بمعدل قيمه لليونت الوحده الواحده 500 عشان يديني حجم مشروع بمليون. تمام كده؟ الجزء اللي فوق ده واضح؟ طب احنا جبنا ال 500 دي منين؟ جبنا ال 500 دي منين؟ حلو قوي. طيب بصي، هو هنا قال لي ان انا ان انيشال بادجت كام؟ مليون. يبقى احنا عارفين المليون دي جت منين، صح كده؟ ماشي دي تمام، والمليون دي هي اللي انا حطيتها هنا. تمام؟ تمام. طيب انا دلوقتي لما كملت المساله قال لي هنا ايه؟ قال لي ان انا المفروض اكون صرفت حجم اعمال بلاند فاليو علشان اعمل، عشان اوصل لايه؟ لانيشال بلاند 1200 ماندي. بيقول لي هنا في النقطه دي، هنا كده في الحته دي كده، بيقول لي ان انا عند النقطه دي اللي هي جزء من الخط الاخضر، انا المفروض اكون عملت حجم اعمال ب 600000. صرفت، سوري، ان انا عملت 600000 عشان اعمل 1200 ماندي. دي واضحه الحته دي، صح كده؟ طيب انا الموضوع البلاند ده ثابت مش بيتغير، والبادجت ات كومبليشن هي نفسها البادجت بالنسبه لليونت على الخط ده، لان هم على نفس الخط، فالقيمه بتاعه الوحده اللي هنا هي نفسها القيمه بتاعه الوحده عند الكومبليشن. فال 600000 اللي هو بيقول لي انا عملتها عشان اعمل حجم اعمال 1200 هي نفسها نفس القيمه اللي انا هوصل بها للمليون. فلما اقسم ال 600000 على 1200 هيديني كام؟ 500. فاهمها؟ تمام. معلش يا دكتور، معلش سؤال بس، هو انا ايه الريفرنس بتاعي ان انا ربطت، ان حضرتك دلوقتي ربطت ما بين البلاند فاليو مع البادجت ات كومبليشن؟ ليه ربطتهم الاثنين مع بعض؟ ما هي دي اللي انا كنت اقصدها بالظبط، ان البلاند فاليو هو على فكره البلاند فاليو لازم موجود على الخط بتاع الاس كيرف. الاس كيرف ده هو خط الخط اللي انا بعمله في بدايه المشروع، والبلاند فاليو عمرها ما هتكون نقطه زي الاي سي كده اللي هو الاكشوال كوست ولا الايرند فاليو. دايما البلاند فاليو دي نقطه وجزء من الاس كيرف او من البلاند لاين الممتد لاخر المشروع. وعلى فكره الاكشوال كوست والايرند فاليو بيتغيروا مع كل نقطه وكل تحديث انا باخده في المشروع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثه، وممكن يتغيروا ونسبتهم بتتغير، بس البلاند فاليو كشكل كيرف وكقيم على الخط عمرها ما بتتغير، دي حاجه ثابته. يعني حضرتك تقصد ان البلاند فاليو دي بتبقى نقطه احنا وقفنا فيها مثلا في اي وقت من المشروع، وفي خلال النقطه دي بنبدا نقيم مين الاكشوال ومين الايرنت فاليو، صح كده؟ بالظبط كده. انا فين انا فين من صح كده؟ مظبوط. بس البادجت ات كومبليشن دي اللي اوريدي احنا محددينها بلاند للبروجكت ات اول، صح كده؟ تمام. طب ال 2000 جبناها منين؟ 2000 هي متحدده، يعني دي كانها انا عايزه اعمل مشروع كذا مثلا بامكانيات كذا، ده في الاول خالص. ده في انا بصي انا عندي دلوقتي كرة. مشروع مدته 3 سنين، جيت في اول المشروع بقول انا عايز اعمل مشروع ده ان انا اعمل ايه، انفذ مثلا 100 عماره، ال 100 عماره دي هي بتعبر عن ال 2000 ماندي مثلا، يبقى انا هشيل ال 2000 ماندي دي واقول 100 عماره. طب العماره بكام؟ العماره مثلا بتكلفني 10 مليون، يبقى انا بقول بتساوي، انا عايز البادجت ات كومبليشن، هقول والله انا عايز 100 عماره والعماره هتكلفني كام؟ هتكلفني 10 مليون، تمام؟ يبقى انا هتكلفني كام؟ مليار. يبقى انا هقوم حاطط المليار هنا واقوم حاطط تحتها عشان اكلف كام؟ 100 عماره. جميل كده؟ طيب لو انا جيت في نص المشروع هنا كده قلت ان البلاند فاليو ده انا في نص المشروع عندي سنه ونص من الثلاث سنين المفروض اكون عملت من ال 100 عماره 50 عماره. طب هل انا اقدر اقول ان انا المفروض اكون عملت حجم اعمال بقد ايه؟ 50 عماره، وانا قلت ان العماره اصلا حاسبها ب 10 مليون، يبقى نص القيمه اللي هو المليار اللي هنا يبقى 500 مليون، صح كده؟
مظبوط مظبوط فهمتك كده تمام. البلاند فاليو والبادجت ات كومبليشن الحاجتين دول على فكره ما بيتغيروش خالص، انت بتعمليها مره واحده في اول المشروع وتبقى هو ده البيز لاين. البيز لاين ده بتبقى خط القياس بالنسبه لي في اي مشروع، وهو ده اللي ما بيتغيرش بالنسبه لي بعد كده. اوكي اوكي وضحت كده، ميرسي جدا لسؤالك. تمام. فهنا لما قال لي ان البلاند فاليو، قال لي ان البلاند فاليو كان المفروض اعمل هنا حجم اعمال ب 600,000 عشان اوصل ل 1200 مان دي. الدكتور اللي سال انا جبت منين ال 200 مان، ال 2000 مان دي اللي في الاخر دي، انا قسمت ال 600,000. انا قال لي 600 عشان اعمل 1200، فانا قسمت ال 600 على 1200 طلع لي كام بير من مان دي؟ ال 500. ال 500 دي تمام، لما قسمت المليون اللي موجود ده على ال 500 اداني 2000 مندي. فبقيت المفروض اعمل اللي هو الداتا بتاعتي دي بتاعت البيز لاين، ان انا محتاج اعمل 2000 مندي تمام بقيمه ال 500 عشان اوصل للمليون اللي هو البادجت ات كومبليشن اللي هو ده اللي هو الدهني اصلا. تمام. بيقول لي انا صرفت 400,000 وخلصت 1000 من دي. تمام كده. هنا بالنسبة للقيمة دي هو بيقول لي أنا صرفت 400,000 وعملت حجم أعمال 1000 من دي بقيمة earned value 350,000. أنا لما حطيت حجم الأعمال اللي أنا حققته قال لي عشان تخلص كام؟ 1000. يبقى أنا كده الأكشوال أو اللي أنا حجم الأعمال اللي أنا عملته كام؟ حجم أعمال 1000، والمفروض في قبلها كان بيقول لي المفروض كنت أعمل كام؟ 1200. فالرقمين دول لما بقارنهم ببعض عشان بجيب إيه هنا؟ الاسكيجول فاريانس، سكيجول فاريانس أو الإس بي أي. الرقمين إيه؟ ده وده. تمام كده؟ أنا صرفت 400,000 في حين ان انا كان المفروض اصرف 350,000. دي دول الرقمين التانيين اللي في نفس الجمله اللي هي دي. انا المفروض بيقول لي يو سبنت، يبقى دي الاكشوال كوست 400,000 علشان اعمل حجم اعمال ب 350,000. يبقى انا بقارن الرقمين دول ببعض عشان اجيب ايه؟ الكوست فاريانس او السي بي اي. هي كده المساله خلصت يعني. هو اللي فاهم الجزء ده كده بالارقام دي، الاكشوال كوست ان انا صرفت 400,000 عملت حجم اعمال 1000 مان دي. الايرند فاليو بيبقى عندي قيمتين، الحجم الاعمال اللي انا حققته ال1000 مان دي ده بقارنه بايه؟ بال1200. يبقى انا بقارن ال1000 ده بال1200 عشان خاطر اجيب ايه اللي هي القيمتين دول الاس في والاس بي اي، وبقارن ال 400,000 اللي انا صرفتها فعلي في مقابل ان انا كان المفروض اصرف 350,000 عشان اجيب الايه؟ الفاريانس اللي هو بتاع الكوست. طب بالنسبه للنقطه اللي كان فيها اختلاف في المحاضره، اللي احنا اساسا كنا بنحسب دايما السكيدول فاريانس بمعلوميه القيم الماليه، بمعنى انا بعتمد على الايرند فاليو والبلاند فاليو، فبالتالي تطلع قيم مختلفه. لا اذا انت هتحط انت في المحاضره لو قارنت مش على المان باور هتطلع ارقام مختلفه. ده حقيقه، لان انا لما اتكلمت معاك كان المفروض اصلا الطبيعي ان هم يقفلوا مع بعض. او هقول لك على حاجه، يعني احنا في مشروعات لما نيجي احسب الفاريشنز او احسب الاختلاف في الاسعار، انا مش بالضروري ان انا باخد البنود كلها. ممكن مثلا انا عندي بيبقى فيه ميجر اكتيفيتيز، او عندي بنود رئيسيه وهي الحرجه بالنسبه لي ومش بتمثل القيمه الاجماليه بتاعتها. يعني مثلا افهمها، انا دلوقتي ممكن اكون انا عملت حجم اعمال تمام ب 600,000. طب ال 600,000 دول انا عملت حجم اعمال بس انا عشان احسب الكوست فاريانس انا في عندي 200,000 بند خلص وما عادش ما عدتش هعمل بيه حاجه ثاني. يعني بند خلص ما عادش هياثر معايا في اللي جاي بعد كده، ما عادش ليه قيمه او مش قادر اوصل للديتيلز بتاعته. فساعتها ال 600,000 ده بقسمه لحاجتين، ل 400,000 و200,000. انا ممكن اعمل الكوست فاريانس على واحده منها اللي هي الايه؟ ال 400. مش بالضروري ان انا بعمل الحسابات بتاعه الكوست فاريانس على حجم الاعمال بالكامل، ممكن اخد جزء منه تانجبل، جزء ملموس، جزء عارف اعرف الدراي كوست بتاعته كام وكلفني قد ايه، وهو ده الجزء اللي انا بعمل له ايه الحسابات بتاعتي. واضحه ولا لا؟ لا
جدا جدا، الله يبارك لك والله بجد والله. لا انا اصل انا والله جدا يعني الله انت عليك. دلوقتي يعني انا دلوقتي انا عملت حجم ب 10، بس ال 10 دول عباره عن بنود مختلفه. والله في بند بقيمه 2 من ال10 انا مش عارف المس الكوست بتاعه والتاثير بتاعه، فانا هاخد الثمانيه كمعيار بالنسبه لي، والثمانيه دول هشوف تكلفوني 6 ولا تكلفوني 9، والكوست فاريانس ما بين التسعه الثمانيه اللي انا حققتها من ال10 كلفت كام، وهو ده الكوست فاريانس بتاعي. فممكن تاخدها بالاعتبار ده ان انت ما تربطهمش بناء عليه ببعض، ده التفسير اللي خلاه يستخدم المان باور للجاذبية. لان دايما دايما السكاجوال بتحسب مينلي بمان باور. يعني انا مثلا بكون محمل مان باور وبطلع هيستوجرام وبطلع، شايفين الكيرف بتاع الفلوس ده انا بطلعه مان باور. يعني شوف ال 2000 ده انا ما بقاش في عندي كوست اصلا، يقول المفروض اخلص مشروعي مثلا 5000 مان باور 10000 مان باور، طب انا حققت قد ايه؟ وساعتها الاستشاري بيطلب الديلي مان باور، يشوف هل انا اصلا المان باور اللي عندي قليله ولا انا شغاله اون تراك بالمقارنه بالمان باور، عشان يعرف انا هتاخر ولا لا. والله حضرتك يا دكتور بتشرح المسألة اللي الدكتور حلها. ما هي دي تمام. طيب خلاص، احنا دلوقتي رسمنا المسألة وحطينا المعطيات كلها في صورة الجدول ده وفي صورة الكيرف ده والرسمة بتاعته، ممكن نشوف المسائل. What is the CPI and SPI of the project؟ طيب احنا قلنا دلوقتي هنا، قلنا ان السي بي اي بيجي منين؟ السي بي اي بيجي من هنا، تمام؟ طب السي بي اي عبارة عن ايه؟ بقول ايه؟ ان هو بقسم الايرند فاليو على الايه؟ الاكشوال كوست. يبقى انا هقول هنا بتساوي ال دي على دي، تمام كده؟ هو هنا طبعا مقربها، يعني ممكن لو عملت كده اللي هي الايه القيمه بتاعتها، يعني انا قسمت الايرنت فاليو اللي هي القيمه دي على القيمه دي، الفرق ما بين السي بي اي، يعني السي بي اي ده اندكس، الاندكس ده بيقسم الايرنت فاليو على الايه؟ على الاكشوال كوست، تمام؟ طيب ال ما كانش بعته غير لاصحابه المقربين وهو بس. هو مين؟ لا لا، هي بتكلم حد. تمام. دي الايكويشنز بتاعت الكوست، دي الايكويشن بتاع الكوست، دي كوست performance index index، تمام. طب اللي تحت دي اسمها ايه؟ cost variance. انت حاطط جنبهم المعادلات صح كده؟ بالظبط، دي المعادلات. هستأذنك يا دكتور، بس ممكن تقول لنا لما الرقم يطلع اكتر من واحد واقل من واحد تبقى اوفر ولا اندر ولا اهيد ولا الكلام طب ده؟ هقول لك حاجه، تعالى نفهمها، انا مش عايزها نحفظها. انا دلوقتي ايه قيمة الأعمال اللي أنا حققتها؟ القيمة دي ولا القيمة دي؟ قيمة الأعمال اللي أنا حققتها أو القيمة اللي أنا بقارن بيها، إيه هي؟ هو الطريقة اسمها الإيرند فاليو، الإيرند فاليو دي القيمة المكتسبة، يعني أنا دلوقتي عشان أعمل حجم أعمال بالقيمة دي أنا صرفت القيمة دي الأكشوال كوست، دي الفلوس الفعلية اللي أنا صرفتها، جميل؟ فأنا المفروض كنت أعمل حجم أعمال فين؟ اللي هو ده، صح كده؟ دكتور محمد ممكن تبسط بأمثلة؟ هو السؤال بتاع الدكتور المفهوم بتاعها ايه؟ فلو اديت أرقام هتبقى بالنسبة لنا أسهل. ارقام بالنسبه لنا اسهل. انا دلوقتي عشان اعمل حاجه مثلا ب 200000 او ب 200، تمام، انا صرفت كام عشان اعمل حاجه دي اسمها الايرند فاليو اللي هي القيمه المكتسبه، انا عشان نفذت او عملت حاجه بتساوي 200 انا صرفت لها 300، دي الاكشوال كوست. معلش ممكن تخليك تحت عشان الصوره بس مداريه علينا. الصورة، هي الصورة عندكم فين؟ لا ده أنا الصورة عندي أصلا حاططها في حتة تانية خالص. كده كده تمام؟ على الطريق الشمال. الله ينور عليك، على الشمال أحسن. تمام. أوكي. طيب أنا دلوقتي بقول إن أنا عندي هنا حاجتين، إيه الإيرنت فاليو؟ حجم الأعمال اللي أنا حققته. حققت قد إيه حجم أعمال؟ 200. طب أنا صرفت قد إيه؟ صرفت ده قد إيه عشان بتحقق أحقق؟ بالفعل يا دكتور؟ بتحقق بالفعل ها؟ ولا لسه؟ earned value دي اتحققت بالفعل.
القيمه المكتسبه. تمام. البي في بلاند 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 فاليو هي القيمه المخطط ليها. البلان فاليو ده التخطيط، لكن الاي في ايرنينج ده اللي اتعمل بالفعل القيمه المكتسبه. على فكره تمام. انا عايز اقول لكم ان احنا اصلا بنقارن كل حساباتنا بنقارنها بالايرنينج فاليو. الماده اسمها ايرنينج فاليو والطريقه اسمها طريقه الايرنينج فاليو مانجمنت، لان الايرنينج فاليو هي المقياس الحقيقي لحساب الحاجتين التايم والكوست. هي الايرنينج فاليو الايرنينج فاليو كوست والايرنينج فاليو تايم، صح كده؟ هي بصي احنا انا عندي ثلاثه باراميترز. الثلاثه باراميترز اللي هم اللي على الشمال دول اللي على الشمال دول، ايه اهم حاجه فيهم؟ هو ده اهم حاجه فيهم. مره اقارنه ما بينه وما بين البلاند فاليو عشان اشوف انا متاخر في التايم ولا لا، ومره بقارنه ما بيني وما بين الاكشوال كوست عشان اشوف انا صرفت عملت سيفنج ولا صرفت اكتر من اللازم. تمام معايا. تمام جدا. تمام. فانا هنا لما جيت هنا مثلا انا بقول دلوقتي والله انا الايرنينج فاليو، الايرنينج فاليو القيمه اللي انا عملتها كان المفروض اعمل حجم اعمال ب 200، انا صرفت قد ايه؟ 300. عايزين نعوض في المعادله. انا عندي هنا السي بي اي بتساوي ايه؟ بتساوي القيمه اللي هي ال 200 دي على 300. تمام. اداني فاكتور كام؟ اقل من 1. انا ممكن احط 350 وان انا صرفت فعلي 400 احسن كده افضل. ان انا مثلا ايه الايرنينج فاليو، انا عملت حجم اعمال ب 350 وصرفت عليهم 400، اداني الفاكتور ده. تمام كده. طيب انا من غير ما اعرف الفاكتور ده، انا ده المفروض يبقى فيه ثلاث حاجات بتساوي 1. تمام. خلينا نعمل اكبر من الواحد واقل من الواحد، او بتساوي الواحد اصغر من الواحد. في مايك مفتوح في صوت عربيات. يا دكتور معلش لو تقدر تقفل المايكات عشان تركزين معايا. هو عشان لو حد عايز يتكلم. طيب هنا دلوقتي القيمه دي اكبر من الواحد ولا اقل من الواحد ولا لا؟ هي فوق هنا صح كده؟ سوري تحت هنا. اقل من الواحد. اقل من الواحد دي تبقى بتعبر على ايه؟ انا مش عارف هي بتعبر على ايه. انا مش عارف، انا مش حافظها. انا بعمل ايه؟ انا بدخل هنا بقارن الرقمين ببعض. ايه الرقم الاكبر؟ الفلوس الفعليه اللي انا صرفتها ولا حجم الاعمال اللي انا نفذته؟ ايه اللي اكبر من ايه؟ اللي صرفته اكتر من اللي صح كده. الفلوس اللي صرفتها اكتر من حجم الاعمال. صح كده. يبقى انا دخلت شفت ايه الرقم اللي اكبر من ايه، لان انا عارف ان الايرنينج فاليو يعني دلوقتي انا اوفر بادجت. يعني انا صارف احنا دلوقتي يا دكتور المفروض ان احنا بنقارن فلوس بفلوس، مش حاجه يعني انت بتقول حجم اعمال. دلوقتي انا اوفر بادجت. صح. اوفر بادجت. صح. انا صرفت اكتر. مظبوط كده. اوفر بادجت. ده المفروض كنت اصرفه. اصل انت تقول حجم اعمال، حجم اعمال يعني مش عارف يعني المفروض ان انا بقول مثلا ان انا كان المفروض اصرف 350 بس انا صرفت 400. رندا حبص. هقول لك حاجه. بص هنا على الكيرف ده. انا والله فاهمه اللي هو بيقول بس بقول لا شوفي يا رندا شوفي دلوقتي انت اشتريتي حاجه صرفت كذا من السوق فرضا. هو معايا فاهمه. انا سامعك. هبسطها لك. انت اشتريتي حاجه من السوق، موبايل مثلا. الموبايل ده سعره 200 دولار على سبيل المثال، او 200 جنيه او 1000 جنيه، بس انت دافعه فيه 1500. هو انت الحقيقيه 1000 جنيه، يعني انت المفروض انك صرفه 1000 جنيه. فانت صرفه يعني انا والله فاهمه يا علي، فاهمه ان هي 350 دي كان المفروض هي اللي تدفع، هو دفع 400. بقول ليه بيقول عليها لا 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 دي لا 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 لا. شوفي الايرنينج فاليو مش اللي المفروض تدفع، دي قيمه الاعمال اللي انجزت، يعني اللي انت حصلتي عليه، اللي انت عشان كده اسمها بإيدي. عشان كده اسمها القيمه المكتسبه. القيمه المكتسبه يعني انت دلوقتي خدتي حاجه قيمتها 350 بس انت دفعتي عليها 400. هي الفكره كده بالظبط. على فكره يعني انا المفروض كنت ادفع 350، هو ده المقصود. المفروض كنت المفروض انك حتى تدفع اقل من 350.
المفروض انك تدفع حتى اقل من 350. بس دي تفاصيل مش محتاجينها هنا ان احنا نشوف الدراي كوست والكلام ده. فاحنا ممكن نقول ان انا عشان اوصل لحجم اعمال ب 350 صرفت 400، مع ان المفروض كان اصرف 350. لو 350 يبقى انا هنا ايه اون بادجت، ان انا 350 وصرفت 350 يبقى وقتها ايه الرقم واحد ده هنحطه هنا يبقى كده اون بادجت. طب لو انا دلوقتي عشان اعمل حجم اعمال 350 انا صرفت 300 يبقى الرقم عمل ايه؟ لا ده دلوقتي اندر بادجت، اقل من المطلوب يعني صرف. بالظبط كده اندر بادجت. دول الثلاثه باراميترز بتاعت هنا السي بي اي، هو ده الكوست بيرفورمانس اندكس. فرقه عن السي بي اي ان انا هنا بس وهنا بطرح، ونفس الحاجات دي بس بدل اكبر من واحد وبيساوي واحد اقل من واحد هنلاقينا ايه بنتكلم على الصفر، اكبر من الصفر بيساوي صفر واقل من الصفر، لان احنا بنطرح رقمين من بعض. تمام كده دكتور محمد عشان نبسطها. دكتور محمد بس سمعنا عشان نبسطها على الناس. هو قال اي حاجه تساوي واحد معناها انا اوكي تمام اون بادجت او اون سكيدجول او ما عنديش مشكله. اي حاجه اقل من واحد معناها انا اللي صرفه اكتر. اي حاجه اكتر من واحد معناها ان صرفه اقل. اي حاجه اكتر من واحد معناها حاجه كويسه. اي حاجه اقل من واحد معناها حاجه مش كويسه. ولا العكس؟ انا ممكن اقل من واحد معناها انا صارف يعني انا داخل اني بصرف اكتر او متاخر عن الجدول. اي حاجه اقل من واحد معناها حاجه سلبيه مش ايجابيه. على فكره اوفر بادجت دي مش حاجه كويسه. اوفر بادجت دي ان انا صرفت اكتر من اللي المفروض اصرفه. ما انا بقول لك اي حاجه انا برد عليه من واحد معناها انا اوفر. تمام الله يبارك لكم والله. تمام. طيب انا برضو انا عايز انا بص انا زي ما انا حطيت القيمه بتاع السي بي اي انا حطيت اللي هو ايه السي في اللي هو الايه الكوست فاريانس اللي هو الكوست فاريانس. تمام عشان تبقى الامور واضحه ده الكوست فاريانس واللي فوق دي الايه السي بي اي. طيب هنا القيمه دي انا عملت الايكويشن بتاعتها دلوقتي ان انا دلوقتي بتساوي ايه بتساوي الايرند فاليو ناقص الاكشوال بالمعادله اللي مكتوبه قدامنا دي الايرند فاليو ناقص الايه الاكشوال كوست. جميل. طيب دلوقتي مدياني 50 انا عندي ثلاث قيم المفروض هتطلع لي. اول حاجه بتساوي 0 تمام. ثاني واحده اكبر من الزيرو 0 والثالثه اصغر من الزيرو. بالنيجاتيف والبوزيتيف احسن يا دكتور. اوكي ماشي اكبر من 0 بوزيتيف 0 نيجاتيف. تمام كده. كده تمام. طيب انا دلوقتي جابت لي 50 دي انا مش حافظ على فكره انا نفسي مش حافظ اصلا الكوست فاريانس لما بيكون 50 ده بيبقى اوفر ولا كده. بس انا عارف الايكويشن انا عارف ان انا الايرند فاليو هي الاساس والايرند فاليو في كل الحالات حتى في الكوست حتى في الحاجات الثانيه اللي هي الخاصه بالسكادجول هكتبها فوق هنا كده مثلا لما اجي اجيب السكادجول اللي هو الاس بي اي اللي هو سكادجول بيرفورمانس اندكس سكادجول بيرفورمانس انا مش هغير حاجه على فكره انا هغير بس السي للاس على فكره ماشي. وهنا الاس تمام هحط هنا بدل الاكشوال كوست بلاند فاليو وهحط بدل الاكشوال كوست بلاند فاليو. فدايما انا عندي الايرند فاليو هي الاصل في الموضوع هي الاول هنا وهنا. تمام كده سكادجول فاريانس يبقى احنا كده قدامنا كل المعادلات بتاعتنا. دلوقتي انا هنا هرجع هنا للكوست. الكوست انا دلوقتي طلع ب 50 دي بوزيتيف وضعها ايه ليه هي ليه 50 بوزيتيف؟ لان انا عملت حجم اعمال ب 350 وصرفت عليه 300 بس يبقى انا كده السيناريو ده كويس يبقى انا هنا كده ايه اندر بادجت صح كده. تمام واضحه كده. طيب انا دلوقتي هعكس معلش انا هحط 350 ايه اللي حصل دي بقت واحد حطيتها اون بادجت ودي بقت زيرو هحطها هنا اون بادجت. طيب انا صرفت عشان اعمل 350 صرفت 500 صرفت فرق 150 صرفت 150 فرق ايه اللي حصل دي بالسالب هتكون يعني انا اوفر بادجت وهنا انا صارف اكتر من الايرند فاليو.
هي دي كده اتضحت واضحه جدا جدا تمام. جدا يبقى احنا احنا خلصنا الجزء الخاص بال 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 بالكوست بيرفورمانس اندكس والكوست فاريانس، وعرفنا ان الاندكس عباره عن حاجه بتتقسم على حاجه، وعرفنا ان في المعادلات حتى لو ما جابهاش دايما البسط دايما الترم الاول في المعادله هو الايرنت فاليو، وهي اسمها الايرنت فاليو الطريقه اصلا. تمام، هو اساسا هيدينا المعادلات على فكره، هو هيديها لنا بس عشان بعد كده تبقى الموضوع معانا هنضطر نحفظها. المهم احنا نعرف نطبقها يعني. اوكي، والباراميتر الثاني بيعبر في حاله الكوست الاكشوال كوست، وفي حاله الايه السكيدجول بيكون هو البلاند فاليو. يبقى انا بقارن قيمه مكتسبه اللي هو الايرنت فاليو بالبلاند فاليو او بالايه بالاكشوال كوست. هو السيشن طبعا هتخلص لان لسه اقل من دقيقه، فهبعت لينك ثاني وهنكمل بقيه المساله. تمام، الله يبارك لك والله. مش ماشي، العفو العفو على ايه. الله العظيم محترم. هبعت اللينك تاني يعني. معلش سجل يا دكتور. تمام. طيب، هو في نقطة بس كنت عايز أتكلم فيها، موضوع المقارنة ما بين المان داي وما بين الكوست. أنا طب دلوقتي معلش ممكن يكمل معلش يا دكتور الحتة اللي كان بيقولها بس عشان ننتهي منها وندخل على نقطة تانية. تمام. طيب انا دلوقتي دي طريقه الايرنت فاليو. طريقه الايرنت فاليو يبقى النقطه الاهم بالنسبه لي هي الايرنت فاليو، دي القيمه المهمه، والقيمه دي هي المقياس بالنسبه لي ان انا احسب السكيدجول متاخر ولا متقدم، وما بين ان انا احسب انا موفر فلوس ولا صرف فلوس كتير. طب ازاي بقى؟ اول حاجه بقارن ما بين الايرنت فاليو والبلاند فاليو. البلاند دي خطه المشروع عشان اجيب الايه الاس في اللي هو سكادجول فاريانس والاس بي اي سكادجول بيرفورمانس اندكس. تمام كده. طب الحاجه الثانيه اللي انا هقارن ما بين الايرنت فاليو والاكشوال كوست. اكشوال كوست يبقى انا عشان اجيب الفرق ما بين دي ودي، الفرق ده هو الايه الاس السي في السي في او الايه او السي بي اي. نرجع للايكويشن، نرجع للإكويشنز. والله شرحك أحسن من الدكتور يا دكتور والله. لا أنا بحاول لأن أنا بحاول والله. لا بجد والله، لأنك سهلت حاجة كتير أنا ما فهمتهاش من الدكتور بنفس الطريقة يعني. أنت سهلتها دلوقتي أنا فهمتها بمنتهى البساطة. اللي هي حجم اللي هي الحجم الأعمال. أرسي لك بجد. العفو. أو دي برضه اللي إحنا وبرضه هي ثابتة. ما كناش واخدين بالنا إن الـ EV دي على طول ثابتة سواء في حجم الأعمال أو في الكوست. هنا هنا الايكويشن، بص الايكويشن اللي انا هعمل لها هايلايت، لا بلاش اللون ده، خلينا نعمل لها هايلايت كده. بص الايكويشن هنا، بص الايرنت فاليو، هي اسمها طريقه الايرنت فاليو لان الايرنت فاليو هي دي النقطه اهم حاجه اصلا بالنسبه لي. بصوا تحت هنا هي قيمه الايرنت فاليو، وهي دي النقطه اللي انا رسمتها دلوقتي وقعدت اعمل عليها لان انا بقارن القيمه دي عشان مره اطلع الكوست ومره اطلع السكادجول. تمام كده. طيب هنا انا الجزء اللي فوق ده خلاص، عايزين نحط بقى اللي هي اكبر من واصغر من ومش عارف ايه والحاجات دي انا مش عارفها، انا مش حافظها يعني، بس هنعملها مع بعض دلوقتي. اوكي، انا دلوقتي تحت الجزء اللي تحت ده بقارن ما بين ايه، ما بين الايرنت فاليو والجزء الخاص بالبلاند فاليو اللي فوق عشان اطلع السكادجول بيرفورمانس اندكس والاس بي اللي هو سكادجول فاريانس. طيب انا دلوقتي عملت حجم اعمال فوق بكام؟ ب 350، تحت عملت حجم اعمال بكام؟ هو نفس ال 350. طيب انا المفروض كنت اعمل حجم اعمال بكام؟ ب 600. جميل؟ طيب الايكويشن دي انا هقول مره بتساوي الايرنت فاليو دي، انا عشان اجيب الاس بي اي هقول هقسم الايرنت فاليو اللي هي دايما بتبقى في الاول كترم في الاول، هقسمها على الايه؟ على فكره دي انا نسيت اغير الكلمه دي، دي بلاند فاليو. تمام، الاكشوال كوست كانت فوق، انا هنا في السكادجول فهي دي البلاند فاليو، بقارن ايرنت فاليو ببلاند فاليو مش بالاكشوال كوست خالص. جميل. طيب الرقم ده طلع كام دلوقتي؟ طلع نص. ليه طلع نص؟ لان انا المفروض لو جيت هنا كده هقول ان الايرنت فاليو اللي هي تحت دي تحت البلاند فاليو بنص حجم الاعمال، يعني انا المفروض كنت اعمل حجم اعمال بقيمه 600 انا عامل ب 350، يبقى انا متاخر في الجدول الزمني ولا انا سابق في الجدول الزمني؟ متأخر يا دكتور. متأخر يا دكتور على 600.
بالظبط يعني شوفوا على بعض صح كده بالظبط. شوف الفرق فوق وتحت، شوف الفرق فوق وتحت. انا هنا كنت بقسم الايرنت فاليو على الايه، على الاكشوال كوست والمعادلات اهي، وهنا بقيت بقسم الايه الايرنت فاليو برضو بس مش على الاكشوال كوست، على البي في اللي هو البلاند فاليو. تمام. طب هنا انت قلت سي بي اي وسي في صح كده، الاثنين نفس الواحده طرح و... اوكي ما خدتش بالي. ماشي تمام. دايما الاندكس، دايما الاندكس اسم الرقمين على بعض، الفاريانس لطرح الرقمين من بعض. دايما الايرنت فاليو ده اللي ثابت عندي في الاربع معادلات، دايما الايرنت فاليو هو الترم الاول، سواء في القسمه بيكون في البسط، سواء في الطرح بيكون هو القيمه الاولانيه. تمام كده. طيب هنا الايرنت فاليو هو اللي هو البسط هو اللي فوق صح بالظبط. هنا بصي هنا ايرنت فاليو على البي في تمام، والايرنت فاليو ناقص البي في. تمام. طيب انا كده في الكيس ديت هتبقى كده بيهايند ال ليه بقى؟ لان انا المفروض كنت هعمل حجم اعمال ب 600، شايفين الرسمه اللي على اليمين دي، انا المفروض البي في بتاعي ب 600، انا عملت حجم اعمال بكام؟ ب 350. شايفين الايرنت فاليو فين؟ تحت. الفرق ما بين ما بين هنا وهنا ده الايه الفارينس او الفوركاست ديت، ان احنا هنمشي كده على امتداد الايرنت فاليو، هنلاقي نفسنا قفلنا المشروع بعدها بقى بخمس شهور بست شهور. تمام. فكده كده احنا متاخرين، يبقى بدل البادجت اللي فوق دي احنا بنتكلم على السكادجول اللي بتساوي واحد اسمها ايه؟ اون سكادجول. طيب انا في الحاله دي طلع رقم تاني يا دكتور. لا انا مش في المساله دلوقتي، انا بشرح الطريقه دلوقتي، لان انا لو بتكلم على المساله مش هتكلم بالفلوس، هتكلم ان انا المفروض بس هنحطها كيس دلوقتي. تمام. طيب انا دلوقتي هنا انا اقل من الواحد، الوضع ان انا ايه behind the schedule صح؟ behind schedule behind يعني متأخر. طب لو أكبر من الواحد، لو أنا والله المفروض كنت هعمل حجم أعمال ب 600، لا ده أنا عندي الناس جدعان وعملوا حجم أعمال ب 700. بقى الرقم إيه؟ أكبر من الواحد. ahead of schedule. إحنا نعرفها من الرسمة أصلاً يا دكتور. ahead يعني فوقيه، under تحتيه، يعني بنلاقي الرسمة تحتيه يبقى إحنا كده كده under. بنلاقي الخطوط جاية فوقيه هتبقى كده كده اهيد صح، عليها تبقى اون من الرسم اوريدي على طول. اهيد يعني فوق، اهيد يعني من فوق. الراس يعني الراس عندنا ممكن نميزها كده بيهايند اللي هي اندر اللي هي لتحت او خلف. تمام. طيب بالنسبه للايه للثانيه اللي هي السكادجول فاريانس، السكادجول فاريانس دي طرح الرقمين من بعض، ايرنت فاليو ناقص بلاند فاليو. طب الرقم دلوقتي انا طرحتهم من بعض طلع 100، ال 100 دي بتعبر على ايه؟ ان انا كان المفروض اعمل حجم اعمال بال 700، اعمل حجم اعمال بلاند مخطط ليها ب 600 بس انا عملت 700، يبقى انا كده عامل ايه؟ ال 700 دي انت كتبت عملت مثل ثاني يعني؟ لا مش انا عندي دلوقتي اس بي اي وعندي اس في. لما كنت بقارن بالواحد هنا كان ده اندكس، بقسم حاجه على حاجه، انما الجزء اللي تحت ده خاص بالايه؟ هو الدكتور محمد غير بدل الايرنت فاليو ما كانت الاول ب 500 بقت ب 700 دلوقتي، هو بغير عشان يفهمنا بس. انا غيرت الرقم، انا غيرت هنا لان انا بجيب ارقام مختلفه علشان نشوف ايه اللي هيحصل. فدلوقتي الايرنت فاليو اللي هو الخط الازرق اللي تحت ده بقى 700 فوق ال 600، يعني بقى الخط الازرق ده المفروض يترسم فوق هنا. تمام. بقى كده يبقى كده المفروض ان احنا كده المشروع هيتم. ارسمي يا دكتوره ايمان. ايوه صح صح كده اهي، يبقى المشروع ماشي تمام. انا هرسم معاكي هنا ان الخط ده كده واصل لحد هنا، دي 700 700 بقارن 700 بال 600، معنى كده ان انا ايه؟ ان الايرنت فاليو ومفيش رسمه واضحه يا دكتور. ايوه انت جبتها دلوقتي. تقول لك مش واضحه.
يبقى الـ earned value مقارنة بالـ planned value، أنا دلوقتي إيه؟ ahead of schedule. ليه ahead of schedule؟ ده بصي أنا وصلت لحد فين؟ ده أنا خلصت المشروع. خلصت المشروع فين؟ هنا. ومفروض كنت خلصه هنا، يبقى أنا بالنسبة للتايم إيه؟ ahead. لا تمام. تمام كده؟ كده كده عمره ما هيجيبه. بس أنا كده بالنسبة للكوست أكتر يا دكتور صح؟ بالنسبة للكوست إيه؟ اكبر، بقيت يعني صرفت اوفر بادجت. اه انت بتتكلمي على الكوست اللي مرسومه ولا انهي؟ لا على نفس بالزبط. الخط، على نفس الخط اللي حضرتك عملته كده، بقيت انا عملت اوفر بادجت في الكوست وبس خلصت فيه بالظبط الوقت ده. بقى لما يبقى عندي الكونسترين خاص بالتايم، ده السؤال اللي كان جابه لنا صح وغلط، ممكن تصرف يعني تصرف اكتر علشان توصل للليميت في معين في الوقت. طب انت قلتي حاجه، انت قلتي عشان انا عملت الخط بتاع الايرنت فاليو فوق هنا، قلتي لي ان انا بقيت ايه الستاتس بتاعي ايه بالنسبه للكوست؟ اهي لا بالنسبه للكوست آه. هنا هتبقى اوفر بادجت. اوفر بادجت، اوفر بادجت ده انا صارف كتير، ده انا عملت هنا حجم اعمال وصرفت لها كده، ده انت شايفه انا عامل سيفنج قد ايه. اقل سوري فهمت حضرتك. دي الفلوس الفعليه عشان ده هنسقطه على الخط الثاني، على الـ على اللاين الفيرتيكال مش على الهوريزونتال. بالظبط كده هنا، لان ده كوست، انا بقارن ما بين ايرنت فاليو واكشوال كوست، يبقى هنا ده انا عملت الحجم الاعمال ده وصرفت له بس ده انا عملت سيفنج بالمقدار ده. هنقارن بقى الكوست بقى يا دكتور لما نعمله اكتر. بالظبط تمام. يعني هو اندر بادجت. خلينا حاجة حاجة يعني امتى؟ دلوقتي الأحجام الحجم الأعمال إحنا فهمناها، عايزين نفهم بقى الكوست بنفس الطريقة بعد إذنك لو ينفع يعني. الكوست كده. طب لحظة واحدة، طب قولوا لي أنا دلوقتي المفروض دلوقتي أنا خلصت الموضوع يعتبر كامل، بس أنت قولوا لي إيه الجزء اللي محتاجين يبقى واضح أكتر أو إيه اللي ممكن نعيده؟ اللي هي الكوست يعني لما احنا بقى علينا لما علينا او علينا لو الكوست 700 قلت من خط تاني كده دكتور. تمام تمام. يعني انتوا عايزين هنا مثلا نجرب ده مثلا. اوكي انا معلش هاخد الرسمه هنا وهنتحرك هنا براحتنا عليها. اوكي تمام. انا دلوقتي الجزء ده طيب، انا دلوقتي البلاند فاليو ده، هل البلاند فاليو ده بيتحرك؟ ما بيتحركش. البلاند فاليو ده ثابت طول فتره المشروع تمام. طيب الايرنت فاليو دي القيمه اللي انا بقيس عليها مره مع الاكشوال كوست ومره مع البلاند فاليو تمام كده. دلوقتي انا لو الايرنت فاليو تحت هنا، الايرنت فاليو تحت هنا وضعي ايه؟ الايرنت فاليو دي المقياس بالنسبه لي، ما دام تحت الخطين وما دام تحت النقطتين انا بقول وانا متاكد وانا واثق ان انا متاخر عن البرنامج الزمني وان انا صرف فلوس اكتر من اللازم. معنى كده ان انا بيهايند سكيدجول، معنى كده ان انا اوفر بادجت. اوفر بادجت ده اول كيس. طب يا دكتور لو جه الاي في ما بين البلان فاليو وما بين الكوست في النص بينهم هنا. اه تمام قوي. ده الايه؟ ده دلوقتي الايرنت فاليو. ده الايرنت فاليو، انا مش هخبط على دي خالص. ده الايرنت فاليو تمام. الايرنت فاليو هقارنها بالنسبه للبلاند فاليو، مش دي البي في؟ البي في ده ايه؟ بلاند فاليو. انا كان مخطط ان انا اعمل حجم الاعمال ده، انا عملت حجم الاعمال ده بس، يبقى انا اقل. يبقى انا وضعي دلوقتي متاخر، يبقى انا لو مشيت كده فوركاست بيهايند سكيدجول. بيهايند سكيدجول الكوست ده الاكشوال اندر بادجت بقى صح كده. واندر بادجت صح كده. هو ده اللي احنا كنا عايزين نوصل له بقى. انا عشان كده قلت خلينا في النص، اللي هو مثلا لو انا زدت عن الكوست بس اقل من البلان يبقى انا كده ايه بقيت بيهايند وايه واندر بادجت. صح كده مظبوط مظبوط. ممكن طب يا دكتور ممكن الاكشوال كوست وممكن الاكشوال كوست يجي هنا. ممكن الاكشوال كوست يجي هنا. نقول بقى الحاله الاخيره دي بقى يا دكتور بقى الاكشوال كوست فوق وهنا والايرنت فاليو تحت. هنا الايرنت فاليو يبقى انا الايرنت فاليو هقيسه بالنسبه للاكشوال كوست. اكشوال كوست انا صارف كتير جدا وانا الايرنت فاليو هنا لا ده انا عندي هنا ايه اوفر بادجت صارف كتير فرق. طيب انا هنا الايرنت فاليو تحت هنا الايرنت فاليو والبلاند فاليو هنا في النص بقارن ما بين دي ودي بيهايند انا متاخر بالظبط بيهايند سكادجول.
اخر كيس هنعملها عشان نشوف اللي بعد نخلي كده. بقى الايرنت فاليو انا هخلي هو هنا اللي فوق بقى هخلي هنا هخلي هنا الاكشوال كوست واخلي هنا الايه الايرنت فاليو. ماشي الاكشوال كوست فين؟ فوق. انا صارف كتير صارف صارف كتير عشان اعمل حجم الاعمال ده، انا اوفر بادجت. طيب انا عامل حجم العمل ده وكان المفروض اعمل حجم العمل ده، ده انا قشطه كده، انا لا اهد في سكادجول. اهد في سكادجول. انت مش متاخر في حجم الاعمال لكن اوفر بادجت في الكوست. تمام كده تمام. لا انا متقدم، انا متقدم، انا عامل اعمال تمام. اخر اخر حاجه ان انا اعكس الـ اعكس الاي سي والايرنت فاليو، اخلي الايرنت فاليو فوق خالص. بس احنا هنعمل بقى يا دكتور على المعادلات زي ما احنا كنا بنعمل دلوقتي، لو قلنا 700 بقى على الكوست هيبقى الحاله عامله ازاي؟ المساله بتاعت رقم 5 صح كده؟ بالارقام طيب. لا اللي احنا كنا لسه بنعملها دلوقتي، ان احنا بدل ما نقول 350 هنخلي الاي في 700 مع الكوست بقى لما نيجي نقارن الكوست. انت بتتكلمي على الكوست ولا السكادجول؟ لا الكوست. الكوست انا الـ عندي لو خليناها 700، الاي في لو خليناها 700 اوكي تمام تمام تمام، والثانيه كانت 600 ولا كانت كامل انت الاي في الايرنت فاليو 700. طيب الاكشوال كوست، الاكشوال كوست كام؟ لا مش عارفه بقى، هو هنا فين المحاضره كام؟ او هنا 350 اي حاجه انت عايزها. لا مش 350، هو كان 500 او 400 كنت ولا 400. 400 400 400 احنا بس بنشوف رقم تاني لو هو اكتر مش اقل دلوقتي اكتر. الواحد 175 هطلعها فوق هنا تمام كده، وال300 دي بوزيتيف. طب من غير ما اطلع واشوف الكلام ده، انا دلوقتي عملت حجم اعمال ب 700، عملت حاجات ب 700 كان المفروض تكلفني 700 وصرفت عليها 400، يبقى انا وضعي ايه؟ 100 100 كده 100 100 انا budget. كده انا اندر بادجت تمام، فعشان كده هي بقت اندر بادجت وهنا بقت بوزيتيف اندر بادجت. نرجع للمساله. ما تجريش طيب طيب ما تجريش زي ما انا كنت بشوف حاجه وانت حرك طب يعني عايز اقول حاجه يا دكتور محمد، يعني انا لو حطيت البي في بتاعي واخدت له خطوط استرشاديه افقي وراسي كده، نزلت من البوينت دي دوتد على الخط الافقي والدوتد على الخط الفيرتيكال، وبعد كده اشوف خطوطي انا واقعه فين، هعرف بقى انا من هنا انا فوق ولا تحت على طول. يعني بدل ما بقارنها بالنظر اعمل لنفسي الريكتانجل اللي هو انا شغاله فيه اللي هو مدي التوازن اللي محقق التوازن. طلعت بره يبقى انا اوفر، طلعت بره من هنا يبقى انا أوفر. يعني كده صح، ممكن دي تبقى استرشاديه ليا زي ما احنا رسمنا دلوقتي بالظبط وحطينا كل الكيسز وعرفناها من غير ما نحسب بقى ومن غير اي حاجه بصينا بالنظر كده. ليه خطوط عمل ترشدني بس بالظبط، وفعلا وهي فعلا حقيقه. يعني انت ممكن ترسميها وتحط الثلاث قيم وتقارنيهم ما بين بعض من غير ما تشوفي ايكويشنز ولا اوفر والكلام ده. لا سهله جدا انك تعملي كده. وهقول لك على حاجه تعالي نعملها هنا، مش هنا دلوقتي في المساله. بيقول لي انا ده الايرنت فاليو، مش الايرنت فاليو ده المقياس بالنسبه لي وهو النقطه المشتركه ما بين الحاجتين، ما بين الكوست ما بين الكوست والسكادجول صح كده؟ صح. طب لو صح. لاحظته انا مره قال لي ده انا والله صرفت 400,000 عشان اعمل حجم اعمال ب 350، فانا عملتهم جوه بوكس مع بعض عشان اقارنهم ببعض تمام كده. دي في المساله رقم 5. والمره الثانيه قال لي انا كان المفروض اعمل حجم اعمال لحد دلوقتي ب 1200، عمل حجم اعمال ب 1000، يبقى انا بدات اقارن ما بين الاثنين وبعض عشان اجيب الايه السكادجول فاريانس تمام. فهنروح على المساله نحلها بسرعه. What is the cost cost performance index and SPI schedule performance index. اول ما يقول لي سبنت اعرف ان هو مش هو ده الايرنت فاليو. اول ما يقول لي ايه سبنت يوز سبنت، لا سبنت دي فلوس فعليه، انت انا صرفت سبنت اكشوال كوست. اول ما يقول لي سبنت معنى كده ان انا اكشوال كوست ده صرفته ده صرفته ده صرفت فلوس فعليه. till now
تيل ناو وكمبليتد حجم اعمال كام؟ 1000 من 1000 1000 مان داي اللي هي اول 1000 مان داي دي حجم الاعمال. واول ما قال لي هنا الفلوس بالدولار اوكي اللي هي الاي في اللي هي الكوست بقى هو كاتبها قبلها كوست عشان قال لي يو سبيند وهنا قال لي يو بيقول لي ايه بيقول لي which should have cost 350 عارفه يعني بيقول لي انت سيبك من الالف دي انا عايز امسح الالف دي من ال انا عايز امسح الحته دي كده ممكن بيقول لي انت سبنت 400 الف تلنا which should have 350 يعني انا صرفت 400 بدل 350 كده اتضحت اتضح بدل يعني كذا بالظبط يبقى الفرق ما بينهم هما الاثنين ما احنا بنتكلم على الايه وهو كمان كاتب جنبها انا ما خدتش بالي ان هو كاتب كمان بين قوسين ان دي الاي في ودي الكوست بالظبط ما هو موضحها طيب ال1000 الالف دي هو حاططها لي ليه عشان اقارن ما بين الالف كحجم اعمال وال1200 حجم الاعمال البلاند بتاعي هو حاططها لي بلاند فاليو يعني انت واخده بالك ان هو عارف هو عارف هنا ان الايرنت فاليو متكرره مرتين مره كررها إن أنا عايز مرة كررها 350 عشان أقارنها بالأكشوال كوست ومرة تانية حطها لي بحجم أعمال عشان أقارنها بالإيه بالألف ومتين حجم يعني الأعمال المسألة هو موضح أنا بيقول لي قارن دي بدي وقارن دي بدي يعني الإيرنت فاليو مقررها مرتين ومرة واحدة اللي ذكر فيها الأكشوال كوست ومرة واحدة اللي قال لي فيها الإيه الألف ومتين تمام؟ فهنا السي بي ار انا يعني المساله دي اول مره نحلها كده يعني بالطريقه دي هو انا اول مره انا والله فهمتها والله فهمتها منك بالطريقه اللي انت بتشرحها مبسطه جدا هو بس يعني على فكره ممكن تقارن ال 350 بال 600 ده سؤالي لي ان هي بتدي ارقام مش حقيقيه لان هو كان المفروض يظبط المساله اكتر من كده بس هو حاطط ارقام استرشاديه عشان تقارن 350 بال 400 وال 350 دي لو قارنتها بال 600 انا عايز اقول لك ان هي تكي جابه غلط انت لازم تقارن ال 1000 بال 1200 طب ما هو حاجه مش هتطلع نفس الرقم هتبقى ملخبطانه طيب طب ما 600 دي هتبقى ملخبطانه هو مش هيجيب حاجه زي كده عموما بس وهي اصعب حاجه ممكن تقابليها وانك تفهمي حاجه زي كده خلاص يبقى الاسئله اللي بقى يعني انا واحده من الناس لو جالي لا بس دكتور محمد هو لو ما ادكش حجم الاعمال بال يعني غير الكوست يعني مثلا ساعتها لازم هتستعمله اذا ساعتها مش هتستعمل 350 ل 600 اكيد صح كده صح مظبوط عندك حق وهي على فكره هو دلوقتي الايرنت فاليو مدينا كانه مدينا قيمتين حاجه ب 1000 وحاجه ب 350 350 كوست بالدولار وال1000 دي مان دايز يعني دلوقتي انا ممكن اقارن بدي ودي واشوف الاختيارات اللي عندي انتوا لو افتكرتوا هو قال لنا حاجه ايوه هتطلع هي صح نشوفوا الخيارات ايه اللي هيوصلكم ليها صح يا دكتور علي صح على الالف هتطلع كده يا دكتور فعلا كده ان احنا ممكن نحط الالف طيب على 600 لحظه واحده انا على 1200 طب ثواني لا 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 لازم نفس الوحدات يا رندا لازم نفس الوحدات يعني الالف نمبر انت هتلخبطوني على فكره انا كنت لا مش هلخبطك انت بتقارني حاجه لحاجه مشابهه ليها ايوه حاجه بحاجه يعني مش تقسمي من باور على دولار ما ينفعش استناني شويه يعني اقصد ممكن نحط 350 على 600 ده كده ممكن صح كده ممكن بس دي القيمه مش موجوده أنا عندنا أنا ممكن هي اللي هي 58% مش موجوده عندنا في الاجابات فهنستبعدها ماشي طيب بص اقول لك على حاجه انا معاك في كلامك وكان المفروض كده وده كلامي معاه النهارده في المحاضره ان هو مش مظبط المعادله بحيث ان هي تظبط مع بعضها هو عشان كده ما حبكش تتكلم بالظبط وانت هو المفروض يدي نفس الناتج على فكره المفروض انت دلوقتي كنت تطلع نفس الناتج مش نفس الناتج 350 على 600 طلعت 0.58 الألف على الألف ومتين طلعت إيه؟ 0.8 عشان كده حب يداري الإحراج ويقال لك طالما الفاكتور الأولاني طلع صح خلاص بتدور على الثاني ليه؟ فأنا في كده في الدنيا أنا استغربت يعني أنا استغربت كده في الدنيا والله ما شفت كده في الدنيا الصراحة بيحلل لنفسه كل حاجة لا وإيه وعادي جدا ويعدي والدنيا كأنه اللي قاعد في المحاضرة ده مثلا معلش يعني أطفال ابتدائي ده حاجة جن الصراحة
تمام. طب خلينا نكمل لان السيشن ماشي في غير 7 دقايق واحنا لسه ما حلناش المسائل المساله دي. احنا هي هي مش هي مش كتيره ده كله تمام، بس خلينا نتاكد يعني دلوقتي. هنا بيقول لي السي بي اي، السي بي اي احنا قلنا ان السي بي اي بتساوي ايه؟ قلنا ان هي هتساوي اول حاجه ما دام سي بي اي يبقى ايرنت فاليو، وما دام فيها اندكس يبقى بنقسم على ايه؟ كوست، يبقى اكشوال كوست. المعادله اهي من غير ما نحفظها، تمام كده؟ يبقى هتساوي الايرنت فاليو اللي انا حققتها اهي، الرقمين اللي انا بقارنهم ما بين بعض ايه؟ ال 350,000 على كام؟ ال 400,000، صح كده؟ بتساوي كام؟ بتساوي 88%. دي اول واحده. ثاني جزء الاس بي اي، احنا قلنا اول ترم بيكون ايه؟ لازم الايرنت فاليو. طب الاي اندكس يبقى بنقسم على ايه؟ بلاند فاليو. طب البلاند فاليو ايه هو؟ انا الايرنت فاليو انا المفروض حققت حجم اعمال كام؟ 1000. يبقى هنا ال 1000 بقسمه على حجم الاعمال المفروض كنت اعمله، البلاند كام؟ ال 1200، تمام؟ ال 1200 بتساوي كام؟ صحيح كده، يبقى دي اول واحده، تمام كده؟ يبقى هي الاجابه رقم دي. بعد كده هنقول هنا What is the cost variance وال ايه وال schedule variance. الامتحان ده هو مديهولنا دلوقتي على ال ما هو ده الكوست variance. احنا الكوست variance اول حاجه ما انا مغمض بحط الايرنت فاليو، الايرنت فاليو تمام، variance مش ماينس، ماينس يعني بالماينس، ماينس الاكشوال. ما دام انا بتكلم في كوست يبقى اكشوال كوست بتساوي ايه؟ الرقمين اللي عندي بتاع اللي انا بقارنهم ببعض 650,000 ناقص 400,000 وتديني نساوي سالب 50,000 ماينس 50. طيب الاس بي، الاس بي اللي هو سكادجول فارينس بتساوي طبعا ايرنت فاليو اول ترم ناقص الايه البلاند فاليو كده. بس الماينس 50 دي يعني اوفر بادجت يا دكتور، صح؟ انا دلوقتي انا مش حافظ سالب 50، بس انا اللي انا اعرفه ان انا عملت حجم اعمال ب 350 صرفت عليه 400، يبقى انا اوفر بادجت. صح تمام. طيب الايرنت فاليو انا دلوقتي كان المفروض اعمل حجم اعمال ب 1200 بس انا عملت ب 1000، يبقى الايرنت فاليو بتاعي 1000 ناقص ال 1200 اللي هو البلاند فاليو، تمام، بتساوي كام؟ ناقص 200 اللي هي بي، ناقص 200. انا دلوقتي الايرنت فاليو، ينور عليك والله، انا عملت ب 1000، انا عملت حجم اعمال ب 1000 والمفروض انا كنت اعمل 1200، انا ناقص 200 ساعه عمل، انا ناقص 200 ساعه عمل، محتاج ازود ريسورسز وازود ناس الفتره اللي جايه عشان اعوض ال 200 العجز بتوعي. طب العجز ال 200 دول بالنسبه للايه؟ بالنسبه للتوتال اللي هم ال 2000 ساعه عمل بتاع المشروع. يعني انا بالنسبه لل 2000 اللي هو البادجت اد كومبليشن اللي هم ال 2000 ساعه عمل، انا متاخر في 200، لان دكتور جون لما كان بيساله بيقول له طب ليه، طب ده ال 200 ده مش فلوس، لان الدكتور كان بيقارن ساعات العمل بساعات العمل. انا كان المفروض اقفل 2000 ساعه عمل، انا عملت منهم 1000 ساعه عمل، في حين ان انا المفروض في النقطه دي كنت اعمل 1200، فانا متاخر ب 200 ساعه عمل. ده الايه يعني يا دكتور، يعني يا دكتور يعني قصدي حضرتك ان السكيدجول دايما اقارن ساعات عمل، اقارن منتج فعلي، كميات، وحدات بلا العمارات، انتاج بلا العمارات، كميه كونكريت، كميه خرسانه، اي حاجه، المهم انها حاجه ملموسه، يعني حاجه اقدر اقيسها بوحدات. والكوست فلوس، الفلوس ده حقيقه فعلا. هو بص، هو الايرنت فاليو دي طريقه حاول يدخل الفاكتورز بتاعه الكوست عشان يطلع سكادجول، بس انا عايز اقول لك ان احنا في المشروع عمرنا ما استخدمنا طريقه الايرنت فاليو عشان نشوف احنا متاخرين ولا مش متاخرين، عمرنا ما حسبناها. هقول لك حاجه، انا عايز اقول لك الفاليو كومبليشن دي بتحسب ازاي بقى. هو لسه 3 دقايق، احنا لازم نخلص المساله دي في السيشن ده، تمام كده؟ طيب تعالى وات از ذا فاريانس ات كومبليشن. سمحت انت حتى لو ما خلصتهاش هتعمل لي لا عشان الفيديو عشان لا، لان في ناس مش موجوده، في ناس نامت. ايوه صح. وات از ذا فاريانس ات كومبليشن، ايه الفاريانس ات كومبليشن؟ تعالوا نرجع للمساله كده، في حته كده احنا عملنا لها سكيب. الجزء الاخير ده بيقول لي ان انت عملت ري استيميت، عملت في النقطه اللي انت عندها دي عملت ري استيميت للبادجت عشان تخلص الريميننج وورك، حجم الاعمال المتبقي، وطلع لك 750,000. تمام كده، دي تو كومبليشن،
بالظبط. هو دلوقتي قال لي ايه بالظبط؟ قال لي ان انت دلوقتي عملت استيميت لحجم الاعمال المتوقع اللي ناقص عشان تخلص الاعمال، وطلع قيمته كام؟ 750,000. قال لي ان انت دلوقتي انا هنا وصلت للايه، لحجم الاعمال ده، تمام. طيب انا المفروض اوصل لحجم الاعمال ده، الفرق ما بين الرقمين دول اللي هو حجم الاعمال اللي باقي المتبقي عندي لو انا مشيت على الخط ده كده، طلع 750,000. هو بيقول ما بين ايه بقى؟ ما بين 1,000. بتقولي ايه؟ ما بين يقول ايه يعني 750 دي طرحت ايه من ايه؟ لا ده هو دلوقتي بيقول لي صراحة كده، أنا ما طرحتش حاجة من حاجة. بيقول لي you re-estimated the budget required for the remaining work. بيقول لي إن أنت محتاج قيمة فلوس بتساوي 750,000 عشان تخلص حجم الأعمال المتبقي بالنسبة لك، تمام كده؟ اللي هي اسمها estimate to complete. تو كومبليت استيميت تو كومبليت، وفي حاجه اسمها استيميت ات كومبليشن. الاستيميت ات كومبليشن اللي هي عباره عن ايه؟ ان هي استيميت ات كومبليشن، مش هي المليون دي اسمها الباك بادجت ات كومبليشن. انما الاستيميت ات كومبليشن احنا بناخد المليون ده وبنعمل له، بنقيسه بالفاكتور بتاع الكوست، وبنشوف الفاكتور بتاع الكوست عند النقطه دي اتاثر بحجم قد ايه من الكوست بيرفورمانس اندكس، عشان اطلع الاستيميت ات كومبليشن. لان الاستيميت ات كومبليشن بتساوي ايه؟ بتساوي الباك بتاعي اللي هو المليون اللي انت بتقول عليه، مقسوم على الايه، السي بي اي. لو انا قسمته على السي بي اي ده عباره عن فاكتور، الفاكتور ده بيشوف لي المليون اتحول لرقم كام، يبقى هو ده الاستيميت ات كومبليشن. ومنه طب ريكورد هنا بيقول لي وات از ذا فاريانس ات كومبليشن. بيقول لي ايه هو الايه، بيقول لي ايه هو الفاريانس ات كومبليشن، تمام، هو بتساوي variance at compilation اللي هي بتساوي ال budget at compilation هي مكتوبة تحت هي أصلا، تمام. هو بص، هو المعادلة ممكن تكون مش باينة شوية، بس أنا عايز أوضحها تبان إزاي، تمام. انا دلوقتي الوضع كله ان انا عشان اشوف الفارينس ات كومبليشن بشوف ايه القيمه اللي انا وصلت لها وايه القيمه المتبقيه اللي انا عايز اوصل لها، تمام كده. عشان احسب ايه، انا عايز احسب البادجت ات كومبليشن. البادجت ات كومبليشن بتساوي ايه؟ 400,000. ال 400,000 دي اللي هي ايه؟ الاكشوال كوست، اللي هو الخط، النقطه اللي انا واصل لحد عندها دلوقتي. انا صرفت كام فعل لحد دلوقتي؟ 400,000. وهو قال لي في المسألة أنت محتاج عشان تخلص، بعد ما عملت ري استيميت لبقية الأعمال المتبقية، قال لي أنت محتاج كام؟ 750,000. ده إيه؟ ده بناء على إيه؟ ري استيميت for the remaining work، تمام كده؟ يبقى أنا هقفل المشروع عندي على كام؟ 1,150,000. ده اللي هو الايه، ده اللي هو الايه، البادجت ات كومبليشن الجديد، البادجت ات كومبليشن، تمام كده. لا معلش، هي مش بادجت، اسمها استيميت ات كومبليشن. يعني لو قلت بادجت يبقى انا بتكلم على المليون، انما الاستيميت ده، استيميت دي يبقى انا بعيد حساباتي بناء على التغييرات اللي حصلت، تمام كده. يبقى انا بقول استيميت ات كومبليشن عباره عن ايه؟ الفلوس اللي انا واقف عندها لحد دلوقتي، والفلوس اللي انا المفروض اصرفها لحد وقتها. يبقى انا وصلت لكام؟ للمليون 150. طب انا عارف ان البادجت الباك بقى بتاعي كام؟ عشان انا قلت بمليون، وده اللي ما مش بيتغير، الباك مش بيتغير، تمام كده. هو دلوقتي بيقول انا عايز احسب فوق مليون. بتقولي ايه؟ هو كاتب فوق مليون.
مليون. بص في المساله هنا في اول حاجه خالص بيقول لي ان المشروع ده with an initial budget estimate $1 million تمام كده، والمليون ده هو ده اللي احنا كنا كاتبينه هنا ايه budget at completion اللي في الاول خالص. تمام. فاحنا هنا عايزين نحسب الايه المساله دي، فقلت ايه لا انا هقسمها. هو بيقول لي عايز ايه الفاريانس ات كومبليشن، عايز اشوف انا هوصل لحد فين تمام كده. فايه فانا قمت حاسب له ايه، قلت له والله انا وصلت دلوقتي، انا صرفت 400,000 وانت قلت لي ان انا محتاج اصرف كمان 750,000، فهصرف هوصل للمليون 150,000، وان انا البادجت عندي بكام؟ بمليون. يبقى الفاريانس ما بينهم كام؟ 150 الماينس 150 ده ماينس 150. وهو ما دام قال لي فاريانس، ما دام قال لي فاريانس يبقى انا بحط الاساس بالنسبه لي الاول. ايه الاساس بالنسبه لي؟ اللي انا بعمل له ري استيميت ولا السعر الاصلي للمشروع؟ الاصلي الاصلي للمشروع. يبقى انا هحط المليون ناقص المليون 150 بتساوي كام؟ الماينس 150. تمام كده؟ يبقى هذه الاختيار. والله تسلم، والله الله ينور عليك. الله يبارك لك. What is the status of the project؟ طبعا الستاتس بتاع البروجكت دي انا حد يقول لي الستاتس بتاع البروجكت يعني مش حلوه قوي بس ماشي. اللي هي مش حلوه، اللي مش حلوه يعني اللي هي اخذ نقطه بس. خلينا برضو ايه، خلينا انا احلها لوحدي، ولو خليتها لوحدي لا بلاش تحلها معنا تاني. خلاص لقيتني برضو في حاجة وقفت معايا هنكتب. بس انت فهمتي ايه هي الـ estimate at completion والـ estimate to complete صح كده؟ وعرفت ان الـ estimate to complete to يبقى بتتكلم على الـ remaining scope الـ remaining work تمام؟ والـ budget at complete الـ budget at completion الفرق ما بينها وبين الـ back ايه؟ الـ budget at completion والاستيميت ات كومبليشن. الاستيميت كلمه استيميت دي انا بعيد حساباتي. البادجت دي احنا قلنا ان في فرق ما بين كلمه بادجت وكوست تمام كده. قلنا ان في فرق ما بين البادجت والكوست. لا ده انا ده كان في فيديو تاني قبل كده. بس انا بقول دلوقتي انا قلته قبل كده لانه قلت خلاص احنا عايزين ننام بقى يا دكتور. بالظبط، ما احنا هنقفل دي. انا قلت لاخر سؤال بقى، اخر سؤال اخر سؤال ده هيتحل من الرسمه اصلا. مش احنا رسمين الرسمه قدامنا دلوقتي؟ بيقول لي كل حاجه، بيقول لي ستاتس المشروع ايه يعني دلوقتي. احنا بصراحه فاهمين منك كويس ما شاء الله، يعني شرحك مبسط وجميل ونقطه نقطه بصراحه بتشرحها باستفاضه. لو احنا حلينا وبعدين في حاجه وقفت قصادنا، هل ينفع تدخل معانا تاني وتشرح معانا تاني ولا هيبقى في مشكله؟ لا مفيش مشكله، بس ابعتوا لي النقط يعني احنا برضو مش عايزين برضو ابعتوا لي يعني النقط اللي انتم محتاجينها، او ابعتوا لي في الوقت اللي هو كده. وانا كنت دايما برضو يعني الجزء بتاع المساله النص التاني بتاع المساله الاولاني انا تقريبا شبه حفظته وانت بتشرحه الحقيقه يعني. النص التاني بتاع المساله اللي هو انواع الدكتور ده والله كان اللي هو انه يعني ممكن اخر سؤال بقى النقطه بس اللي عدت. النقطه اللي عدت دي انا مش فاهماها الصراحه قوي، بس مش عايزه طب هنشرح دي، هنشرح رقم 4 وبعدين نرجع للنقطه اللي فاتت. What is the status of the project؟ تاني بقى انا مش عايزاك ترجع تاني، انا بقصد عشان ما نتعبكش احنا نحلها، ولو حسينا ان لسه في اي مشكله نقول لك نعيدها بكره واحنا بنشرح حاجه ثانيه في السريع كده. تمام كده تمام. بيقول لي الستاتس بتاع المشروع ايه؟ بيقول لي البروجكت از اهيد اوف سكيدجول تمام واندر بادجت ايه دي رقم بي. طيب هقول لكم حاجه، تعالوا نشوفها من الرسم. مش دي الرسم بتاع المشروع؟ موقف المشروع نشوفها من الرسم يا دكتور. ده الايرنت فاليو صح كده؟ ده الايرنت فاليو، ده المقياس بالنسبه لي اللي بيقيس لي الحاجتين. مره هقارنها بالبلاند فاليو اللي فوق دي تمام. انا ايه وضعي ايه للبلاند فاليو؟ انا متاخر. اوكي، ومره ثانيه بقيسها بالايه بالاكشوال كوست. الاكشوال كوست اعلى من الايرنت فاليو، يبقى انا صارف اكتر من اللي المفروض كان المفروض كنت اصرفه عشان احقق الاعمال دي. فانا دلوقتي ايه بيهايند سكيدجول اوفر بادجت. تعالوا نشوفها كده.
behind the schedule. الاثنين دول behind the schedule، واحدة over budget واحدة over budget. طب خلاص يبقى هما الاثنين. And it is harder to complete on new estimate at complete. And it's easier to complete on new estimate at complete. هل 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 هي دلوقتي الموضوع دلوقتي هو ده behind واهيد يا دكتور، يعني بي behind وسي اهيد، يبقى ده الاختيار الصح. اه صح، هو ده بي. انا فاكر ان الاثنين behind، عشان كده كنت لسه هشوف بقيه المساله ايه اللي بيقصد بيها ايه. تمام يا باشا، تمام كده، جزاكم الله خير. العفو 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 يا دكتور. ايوه في مساله حد كان قال لي عليها من شويه بس مش فاكر هي ايه، فممكن نشرحها بكره ان شاء الله، ومع اي اسئله من الحاجات اللي هي شبه دي يا دكتور، اللي هي شبه عليها. طب انت بعتها لي، بعتها لي على الواتساب، ممكن تفرجها لي على الواتساب؟ لا انا بسال حد بعتها لي على الواتساب، ممكن حد يبعتها لي؟ هبعتها لك يا دكتور. فتعال. طيب تمام خلاص اتفقنا، وبكره ان شاء الله هبعت سيشن حضرتك. انت عارفه يا دكتور؟ لا هن هن هنسجلها كده كده وهنرفعها. هتبقى الساعه كام؟ هنعملوا سيشن الساعه كام يا دكتور؟ هم بكره بيقولوا 9 ونص. بس عملوا سيشن كبيره ولا انا دخلت من شويه لما كنت ببعت اللينك، لقيت ان الدكتور اسلام بعت سيشن وكانوا شغالين في سيشن وبشرح تقريبا نظري، فانا لو عايزين نظري برضه بكره مش عارف. انا شفت في لينك مع بول. طب عاملين اكتر من دلوقتي؟ سؤال هو دلوقتي في سيشن ثاني؟ لا 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 بكره، لا بعد ما احنا بكره انا دخلت على الرابط قال لي على بكره، يعني بكره بكره. ايوه صح، هو اداني ميعاد على بكره فعلا صح. هزينا كده وبعد ما احنا وبعد لان اللينك كان بيقول لي بكره، وبعد ما انا دخلنا السيشن وفصل مننا بعد 40 دقيقه طلعت لقيت حسيت ان في سيشن تاني شغال بس مش متاكد من الموضوع. تمام المساله الاخيره اللي هي كانت معموله جداول دي الجدول بس، وقعد قال ممكن اجيب لكم زيها ومش هجيب لكم زيها، اخر مساله خالص عارفها دي بتاعت الكريتيكال باس على فكره، مش بتاعت الامنزاز. بس كانت عباره عن جدول يا دكتور علي. هو جدول هو دي لازم ترسميها لما يجي لك جدول خالص. لازم ترسميه وتعرف ازاي من الجدول تجيب، وعن طريق ال كان في معادله كده اللي هو ايه انا مش فاكراها، اللي هي موست طريقه حساب طريقة حساب الديوريشنز لما بيكون مديكي ثلاث ازمنه، في حاجه اسمها اوبتيمستيك. اوبتيمستيك ده متفائلين متفائلين قوي، يعني هي اصلا مش حاجه تتحفظ، بس هو قال مش هيجيبها لنا كما كايكويشن، فهو انتوا لازم تبقوا عارفينها كبيره كده بس هجيبها. هو قال مثلا ايه اول حاجه الاوبتيمستيك، تمام؟ الاوبتيمستيك دي الوقت المتفائل اللي انا المفروض اخلص فيه المشروع ده، لو انا خلاص بقى الدنيا كلها تمام انا هخلص ايه في وقت الاوبتيمستيك. المتشائم المتشائم البيسيمستيك، انا لو متشائم انا هتاخر في الاكتيفيتي ده لحد ما ياخد 20 يوم، تمام؟ الموست لايكلي ده اللي هو ايه، لا احنا غالبا هنخلصه في ال 14 مش في ال 20، ومش هنوصل لدرجه ان احنا في الاوبتيمستيك نخلصه في ال 10، فبنضرب الموست لايك في 4 بنديله ويت 4، يعني الاهميه بتاعته 4، ونجمع واحده بس من البيسيمستيك واحده من الاوبتيمستيك وبنقسمه على الستة عشان نطلع الديوريشن. يعني مثلا بس طب ده ممكن بكره نعملها كحاله عمليه يعني مع بعض، مش لازم النهارده. يعني ممكن نعمل حالة عملية كده نحلها سوا. معلش يا دكتور احنا ننتقل عليك شوية. لا 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 مفيش مشكلة، ده الاوبتيمستيك ودي الموست. انت اكيد ناسي المنهج وبتراجع. لا والله انا عايز اقول لك ان الحاجات دي انا كنت بحبها وانا في ثالثه مدني، وانا في ثالثه مدني. ما شاء الله عليك يعني، ما شاء الله عليك يعني، فانا بقول لك يعني انت اكيد ناسي المنهج ومحتاج تراجع. لا انا بحب أنا. انا بحب اداره المشروعات، يعني انا اصلا المجال ده انا دخلت فيه من مدني. ام محمد هو اتخذتوها في ثالثه مدني؟ انا اخذتها في ثالثه مدني الكلام ده. او احنا كمان اخذناها في ثالثه مدني، سبحان الله. بالظبط اخذتها في مدني. بس انت هربت يا علي، رحت العراق يا علي وكنت ناوي تشرحها لي يا علي، انت هربت. لا لا موجود هدخل معاك زوم واشرحها لك مفيش مشكله.
طيب شكرا يا علي. ماشي يلا اشوفك على خير ان شاء الله بكره. يلا ان شاء الله تصبح على خير. يا دكتور والله تعبنا. تصبح على خير. العفو العفو دكتور رندا. العفو تفضلي. اشوفك على خير. مع السلامه. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. العافية دكتورة مهن، تفضلي. بعتت لحضرتك بقى المسألة، ماشي؟ بكرة إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله. إن شاء الله، ماشي، شكرا. يلا، صباح الخير، مع السلامة. مع السلامة.